اكو ماده علاجيه اسمها الفازلين. هاي الماده تستخدم بكثير من الاحيان للجلد للجسم لهواي امور تستخدم. رخيصه موجوده باي صيدليه، حتى عند المضمد موجوده، بالاسواق موجوده، باي مكان تلقاها موجوده. سعرها يتراوح ما بين 500 دينار 1000 دينار، يعني مو ذاك السعر الغالي. بس دائرة صحة الديوانية حبت تشتريها ب 48 مليون، يعني حبت هم هي حبوا الدائرة انه يشتروها ب 48 مليون. هذا هو اشتراها وراحت وخلصت. نخلص لهنا يا ظلام النفس، جدر بمليون و300 تشترون؟ جدر مال طبخ بمليون و300 تشترون؟ هاي الفازلين اللي اشتريتوه ب 48 مليون وصارت عليه ضجه والدنيا كلها قامت تحكي والناس والاعلام والمجالس الرقابيه كل الناس قامت تحكي به. وراها انتم يطلع لنا وصل ثاني جديد بهذا الموضوع الثاني اللي هو جدر. جدر ستيل سعره مليون و300، هاي الراتشيته عفوا هذا الوصل صدق راتشيته، هذا الوصل اللي به الاسعار راح اعرض لكم اياه بشكل اوسع ونسولف بيه. تفضل هذا هاي الاسعار قدامكم. اخر شيء جدر ستيل هو كاتبين قدر، سعر المفرد مليون و300، المجموع الكلي مال ست جداري 7 ملايين و800، وعليه الختومات وعليه التوقيع وعليه التاريخ، التاريخ حديث شهر الثالث يعني قبل 3 اشهر او 4. يعني ما انا هسه اريد اوقف وهنا أنا اتمعن بالموضوع اتمعن بالخبر. جدر بمليون و300 شلون افصارحكم بهذا الموضوع؟ شلون؟ وين راح نوصل؟ قولوا لنا خلينا نفتهم حتى بعد ما نحكي. ما نحكي بعد. هي ظلام النفس. جدر بمليون و300 الله لا يوفقكم. دائرة صحة الديواني محافظ الديوانية هاي الجهات الرقابية ماكو. وزارة الصحة بها آلاف الموظفين. ما بيهم احد يراقب؟ ديوان الرقابة المالية ما يجي ما يفوت من يمكم؟ ما يدزوا لكم مندوب يفتر من يمكم موظف؟ الوصل مختوم وتاريخه شهر الثالث. من شهر الثالث لحد الآن ماكو فد واحد من ديوان الرقابة مر عليكم دار الصحة الديوانية؟ ساعة تشترون فازلين ب 48 مليون وساعة تشترون جدر بمليون و300 ومجموع الجدورة 7 ملايين و 800. ما اعرف يعني انا بحكي بعد.